السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم كريم مأمي قناة فوت ترونتيا. غريبة فعلا هي كرة القدم، غريبة ليس بخروج المنتخب الوطني الجزائري من المونديال في الثواني الأخيرة على يد المنتخب الكاميروني. غريبة ليس لأن المنتخب الوطني ودع المونديال وهو الفائز ذهابا على المنتخب الكاميروني بهدف مقابل صفر بملعب جابوما. غريبة كرة القدم لأن الصاهرين على كرة الجلد المنفوخ ببلادنا لم يتعبوا نفسهم ليدخلوا لعبة الكواليس كما قام به رئيس الاتحاد الكاميروني صامويل إيتو الذي استخدم حكما على مقاسه فذبح الخضر من الوريد إلى الوريد. لكن في الجهة المقابلة كرة القدم تعج بالنفاق، أقول النفاق لأن الذين يطالبون اليوم بعودة روراوة إلى سدة رئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم هم أنفسهم الذين طالبوا برحيله سنة 2017، وهم نفس الأشخاص الذين هللوا بقدوم خير الدين زاتشي الذي عوض روراوة على رأس الاتحاد الجزائري، وهم نفس الأشخاص الذين طالبوا برحيل زاتشي قبل نهاية عهدته، وهم نفس الأشخاص الذين هللوا وطبلوا بقدوم شرف الدين عمارة، ونفس الأشخاص اليوم هم الذين يطالبون بل طالبوا برحيل خير الدين أقول شرف الدين عمارة من رئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم، ونفس الأشخاص يطالبون اليوم بعد رحيل شرف الدين عمارة يطالبون اليوم بعودة محمد روراوة. هل فهمت شيئا؟ نعم أنا فهمت الكثير والكثير منكم قد فهم اللعبة، إنها لعبة النفاق الرياضي، النفاق الذي لا نجد مثيله إلا في الجزائر، أقول إن في الجزائر لأن أولئك الذين يطالبون اليوم بعودة روراوة هم الذين استقدموا الرجل وهم الذين شنوا حملة شنعاء برحيله، واليوم يقولون لا يوجد أفضل من روراوة لرئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وغدا سيطالبون برحيله. لهذا السبب كرة القدم الجزائري لن تتطور ما دام هؤلاء المنافقون يعشعشون في الكرة القدم الجزائرية، وهم الذين عاثوا بالكرة الجزائرية فسادا، للأسف عاثوا بها دون حسيب ولا رقيب. نضع نقطة نهاية هذا الموضوع وإلى أن نلتقي في موضوع آخر. هو كريم يحييكم تحية حرة متمنيا للجميع دوام الصحة والهنا وخير الكلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.